عيال المسلمين اليوم ليسوا عيالا هادئين مؤدبين، فيا أبناء ديني عودوهم حضور جماعة كالحاضرين، فإن وقوفهم بين الرجال يلقنهم خصال الراشدين، وإن صلاتهم في بيت ربي تصيرهم لربي متقين، وإخلاص العبادة للعظيم المدبر لقنوهم جاهدين، وأن لا يعبدوا أحدا سواه كمن في لج شرك غارقين، لعلهم إذا وصيتموهم يكونوا للوصية حافظين، فيا أبا يا أمة كونوا على دين العيال محافظين. موقع لينور الإلكتروني www.linor.com